السلام عليكم، شاد معكم جديد في فيديو جديد عاوتاني. رجعنا بحلقه اخرى. شفت الحلقه هذه من مورا شي 3 السوايع ولا 4 السوايع من ديك الحلقه الاخرانيه، حيت مشيت حسنت وكذا والمسائل الفطور اللعيبات، وباش نيت قبل ما يسيقوا لي الشرف الخبر بالله عندي هذاك الديابلوس. اوكي، هادشي باقي كيف ما هو. انتما ها هو الديابلوس ديالنا هنا. شوف، غادي نخليه هناك وغادي ندخلوا للدار وغادي نقادو سي 4. غتقول لي اش بيدي السي 4 باغي الضرب مع شي حد؟ غادي نوجد السي 4 في حالات، حيت ممكن شفتوا الحلقه اللي فاتت قلت لكم غادي نتغدى بهم قبل ما يتعشاو بيا، يعني فاش غنقدر ندخل لواحد الدار ممكن يشدني ممكن شي لعيبه. اول حاجه غادي نجيو غادي نتعلموا الروكيت. اوكي، نتعلموا الروكيت لانشر والقرطاس ديالو. ثاني حاجه سي 4 والريموت ديالها. غادي نجيو للفابريكيتور وغادي نكرافتيو الروكيت. عندي الروكيت، عندي هذه، دابا غنكرافتيو القرطاس ديالها. اوكي، كرافتينا 46 قرطاسه، نهزو هنا ونمشيو للسي 4. السي 4 بغينا 100، خاصني الكريستال. واش كاين شي واحد كيخصو الكريستال؟ واو، مابقاش عندي كاع الكريستال في الدار. راه داك البيكاكس نشوفو شي بلاصه هنا حقه. قديت واحد الفونديشن هنا كبيره، حطيت في هذوك راه ما كيتزاوجوا، ومرا قديت هاد البلاصه هذه كامله. مازال غادي نحاول نوسعها حتى له باش نبقاو نستو فيها الديناصورات ديالنا فاش يكونوا كيتزاوجوا وداك الشيء. ما كاينش كريستال هنا، وماب ديال الكريستال قدها قداش وما فيهاش الكريستال. نجمع داك الشيء اللي غادي يخصني باش ما بقاش نعاود نبدا نجمع كل مره في الموارد. ما عمركم شفتوني كنجمع موارد، ياك؟ كنجمع كل شيء خلف الكواليس، ولكن هذا زلق ليا. اوكي، بارك عندنا داك الكريستال اللي جمعنا. غادي ندخلوا للدار وغادي نديروا سي 4، بغينا 100. اوكي، وخاصنا واحد الريموت. ناري شحال ثقيل. واه العرض البطيء، خاصنا نتسناو هاد السيفورات يتقادو. واخا ماشي مشكل. اوكي، كاع الاسلحه اللي عندنا واجدين كلهم فيهم 700 قرطاسه، 600 قرطاسه، 250. صافي، داكشي ناضي. اوكي، دابا غادي نقادو واحد المينوط. ضروري من المينوط هاند كلافس. هاد الهاند هذا نديرو ليه بحال هكا، نكرافتيو واحد. مشيت جبت شي ديناصورات من الانفنتوري، ما تعرف نبغيو نهجمو على شي حد، نحطو هذا اللي كيطير هنا، هذا باش الى مشى للكريفن، وهاد الجوج هادو ها هادو هما اللي كيضربوا. داك الديفل جي هو كيضربوا بزاف، هي ما كيضربوش بزاف المقارنه مع هادو اللي ديت، ولكن المهم عندنا قرطاس، عندنا القنبول، عندنا الروكيت، عندنا المينوط. كنظن بلي راه هادشي اللي عندي راه كافي دابا. يلا خرج، نديو معانا هذا اللي كيضرب مليار، نديو معانا واحد فادو حقا. راه روط واحد في الخلف الكواليس، ولكن شوفوا الليفلات ديالهم ما طالعينش بزاف، ولقيتهم كيتسبون اكثر من هادشي في الماب. المهم حنا غادي نمشيو نديو معانا هذا. خليني ندي معايا هذا وندي معايا هذا، وهذوك الاخرين اللي خليهم الهليكوبتر خليها. يلا نمشيو، هز الكريفن، لوحو هنا، سير حل. نسيت واش حيدت ليه اللعيبه ديال اوتوماتيك. اوكي، يلا نمشيو، سير على الله. دابا كي غادي ندير نعرف البلايص ديال الدراري فين ساكنين. دابا انا خاصني نقلب على البلاصه فين ساكن طافوس، فين ساكن طوبيم، وفين ساكن حتى بوحكيم اللي يصدق غابر على السيرفر والسيد خدام خلف الكواليس. يعني ثلاثه الناس هادو خاصني نعرفهم فين ساكنين. اما بالنسبه للرامدي واشراف، راه ديجا هادوك دابا درت معاهم مزيان، يعني غيكونوا صحابي دابا، ما عنديش مناش نخاف. كي غادي ندير دابا باش نعرف الدراري؟ واقيلا غنصوني لشي واحد من الدراري ونسولو نقول ليه فينك باش نعرف. عاد اشرف واش يكون عارف فين ساكنين الدراري ولا لازم كنصوني لاشرف؟ واشرف واخويا هانيا بخير. الله يحفظك. واش داخل الجيم؟ انا في الجيم. قول لي محتاجك في واحد البريكول. مرحبا. قول لي دابا فينك ندوز عندك؟ هذا فينك؟ انا غنبلاش نجبد الماب. انا في 50 50. هسه 50 50 بلاتي، انا غير حداك. 50 50 انا جاي عندك، تسنى تما انا جاي. ما قلتيش لي اخويا. وي دا انت كطير طير الفوق. انا راه كنطير. 48 53 48 52 ها انا. انت بنتي ليا وما عندك لا كريف لا والو اصاحب. انت ما فرطش والو ولا شنو؟ اش هذاك الطوبيم دار ليا كل شيء. وي راه قالوا لي في لي كومونتير نصحاب انا غير تضحكوا. لا لا دار ليا كل شيء اصاحبي، قال لك نروض معاه واحد الحيوان درت فيه تشيقه هذاك الشيء وي نضاني دار ليا كل شيء. دابا قديش الاسلحه حيت كان عندي هذا الشيء في الدار. ايوا اش غدير معاه؟ دابا راه لقيتيني غادي عند دافوس نشوف عطاني فين ساكن داك خونا اخي. حيت نقلبو على الطافوس، هو جا اللي ورانا فين كاين الطافوس. دابا بلاتي، دابا انت ما عندك حتى باش طير. ما عندي حتى حاجه، دابا غادي نمشي عند الطافوس على رجلي. ركب ركب الصحراء حتى لهنا على رجلي. ركب ركب، عرفتي فين ساكن الطافوس؟ عارف. سير نمشي معاك لعندو نيت نوصلك لتما. لا لا غادي انت عنده ولا؟ لا انا غي دايز وصافي. باش نتحرك معاه باش نشوفو فين غادي يمشي. سير يلا، سير انا موراك. سير يلا. راه ما غاديش نبان للطافوس راك عارف. علاش؟ المهم انت غير سير دابا، انت اللي عنده هضر معاه في داكشي اللي بغيتي. فين ساكن هذا؟ هو كاين هنا اخي ديالي. فين؟ واش لداخل؟ لا لا ما عادش ندخل انا لعندو، راك عارف عندي مشاكل معاه في السيرفر اللي فات وكذا. اش غدير؟ صافي سير تهضر معاه، شوف شو دير معاه، يقول لك اللوكيشن، انا نتسناك هنا نمشي معاك عند الضوبي نتفاهموا معاه. سير الله. صافي يلا سير يلا دخل انا هنا. صافي
سير انا غهنا الاخوان غادي نحاول بالزربه نجبد داك الديابلوس ندخل تحت الارض نمشي نقلب نمشي نتبعو نشوف شنو تيقول لي. هضر دافوس الدراري حبي اللي انت جايت قول فين اخي شديني له شكون انت الغدر خرج 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 الله يعميها لي ندوي معاك اصاحبي خرج اخويا راه جاي محتاجك اخويا انا عاش كنجي عندك مرحبا مرحبا دخل دخل قديت المزايا في خبرك انا هو اغنى واحد في السيرفر وي نمشي قول لك ربي والله لعاني باش نتخبى تما وهرسها وهذاك الحاس براسو المهم عرفنا الدار ديال الطاووس فين جات داكشي غيب الفن وصلت حتى لحداهم راه ما بنتش ليهم نحاول نجي لهنا نبقى جالس كنتسنى في اشرف بن ماجا حنا لوكيتينا واحد فين جا داكشي عاب الفن نمشي نشوفو دابا الضوبين فين جا يبقى لنا غير بوحاكي. المهم داك الديالوغ وداك التخربيق اللي تيقولو راه حيتاش بعد حداهم ما نقدرش نسمع داكشي تتشوفوهم في الفيديو ديال اشرف طاسطو فينك ايه انا انا لتحت انا الفوق صافي عطاك اللوكاليزاسيون انا انا ما صيفط عليا صيفط عليا صافي نمشي لعندو فين كاين بعد لوكاليزاسيون اللي وصلتني ما متاكدش واش 100% هي ولا لا 50 70 50 70 50 بغيت نشوف لك 50 70 الله اكبر فراسكم راه ساكن حدايا الطوبيهم يلا يلا نتلاقاو تما اش قال لك بعد هذا القرد هذا قال لي عطاني لوكاليزاسيون وراني شنو عنده وداك الشيء ما عطاك حتى حاجه لا عطاني واحد السلاح فهمتي ولكن شنو السلاح هو اللي غيحر تحرر به الصحراء اش ما جاش يعاونك هذاك عطاني واحد الار بي جي عطيت داك الطافوس ها بلي دابا انت انا ويا بلي اجي 39 انت انت انا في 39 انا شت كيل شنو فين هي الدار اجي تبعني تبعني سير كاين هنا الفوق واخا انا كبر حتى 10 مع الكاش الصاد وفين ساكن هاد الزمر هذا صحت الليل هذا راه ما يمكنش هذا هاد الكريف راه غيعيالي نوقفو في هاد البلاصه هادي زوز زوز راه كاينه شي حاجه راه شي فاونديشن هنايا ديال الضوبي ما فاونديشن ها هو هنا هو هنا هو هو هنا فين هو هنا وانا لقيتو هنا صبر 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 او هو هو التورنت بالك بالك تورنت طافي التورنت تقضى لهم المازوت اجي اجي تقضى لهم المازوت اجي ويلي والله شوف التورنت عندو خاوين نشوفوا الطوبي ماذا اللي قالك افراسك عرفتي راه قالوا لي الدراري راه عنده اكبر لوت في الجيم كامله عرفتي اش غادي ندير ليه اجي قرب تشوف قرب حدا الباب ديال الطوبي انا في انا في حدا لتحت طلع صاحبي حدا الباب ديال الطوبي الله يهديك انا طالع انا طالع العراضه ولا واش ما بان لك والو قدام الباب واش قاعد تمشي باش ليك وا 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 واش هادشي سي فور حيد غادي نبرك بركه وحده غادي نشط الزمر كامل وغادي ندخلوا للدار ونهز اللود ديالكم ونشوف حالتنا هاد الار بي جي اللي عطا لي خاوي ماشي حتى انا عندي غادي نبركو بركه وحده غادي نفرش خوص الزمر كامل نقول عليك هادشي ديال دافوس ما خدامش صافي هادشي غيتفرقع دابا غادخل تهز اللود ديالكم ونخرجوا نمشيو في حالتنا تنتلاقى مع الضوامي ونتفاهم انا وياه صافي هاك بعدا نعطيك القرطاس ديال الروكيت باش ما تجي فين يتحل داكشي تدخل تفرش الخزنات وكذا تسمع شي حاجه تسمع شي حاجه اه بلاتي 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 شادشي هذا هاي 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 السلام عليكم والميكروب وفينا الشاف شراب بغى يضرب هي شو هز السولقان وبغى يضربني بالسولقان الضوبين خرج قدام باب خرج اه هي خرج قدام باب ناري خرج خرج قدام اي خرج قدام باب تشوف واحد الحاجه خرج واشتك وخرج واش شتيني خرج غير خرج وقف هنا شوف موراك ماشي شوف فيا انا واه طب قلنا نسبغوا لك الحيط ولا شي حاجه اش درتي له ذاك؟ اجي غير اجي غير اجي شوف الضوبين مو الضوبين راه بركه وحده شوف راه هزتي لي كوموند في يدي راه بركه وحده غادي نشتت كل شيء لا واسمع اسمع اسمع برو 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 فاستو فاستو شوف شوف اش درتي مع هذا السيد هذا؟ اوكي والله شوف اشرف شوف انا نهضر واحد الحاجه عشان عارفك ما تدويش معايا اسمع دابا انت ما غاديش عشان تصنت 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 عشان دير واحد اللعيبه زوين اعطيه داك الشيء ديالو وديك الساعه دوي معاه مزيانه ولكن اسمع اسمع اشرف اقسم بالله الى جاي الى في الحلقه في الحلقه قلت لهم بالله غنرجع لك اللود ديالك ماشي السوق انا قلتيها واش درتيها ما درتيها لا فاستو لعبت واقف راسك الديناصورات اللي عطيتو خونتيهم لي انت انا بحال خونتي ديناصوراتي دابا انا ولكن تسنى بغيت نفهم حاجه واحده اوكي غنرجع لك اللود ديالك اشرف والله الا كنت باغي نرجع عطيه واه ما شغلناش فيك انت دابا عطيه عطيه بغيت نشوف انا عطيه عطيه تسنى ولكن كيفاش غنجيب ليه الموارد واش غندخلوا للدار دابا انت واش غتحل لينا ولا ندخلوا للدار اختار انت واش بغيت عاود تبني ولا
نديرو شرع يدينا شوف ولا... نقول لك وصافي نقول لك وصافي اش تقول دابا واخا شوف واخا درتي شرع يديك الباسطو راه صعيب انك تدخل الدار كامله علاش نقول لك شوف اشوف عندي عندي 56 سي 4 بلا هادي وعندي 45 روكيت وعندي رمت القرطاسه نبقى معاك هنا حتى الصباح ما عنديش مشكل انا عندي الروكيت غنلعبو بيبي يلا هضرب دابا ونبرك انا دابا شوف تصنت ليا القرطاسه انت ولا نطرد هاد الخره كله اللي حداك اختار انت شنو اللي بان لك كيضحك عليه اسرح كيضحك يلا اختار واسمع اسمع غادي نديرو حاجه اشني هي الحاجه والله الا غادي نرجع ليه اللوت ولكن ماشي خايف منك لا ما شوف شوف حنا الناس ديك خايفه وداك التعاود حنا كنهضروش على الخوف حنا كنهضروا على دابا غتعطيه رزقه ويمشي في حالته وانت انا راه مازال غنتفاهم معاك قلتي شنو درتي لي في السيرفر اللي فات راك خونتي ليا كلشي لا الضوبام لا الضوبام لا صح تحيد كلشي خلى البولات كلشي يا صاحبي خلى لي هذا بقى لها 12 دقيقه وتمشي شنو فيها الضوبيم الضوبيم خلى لي الفلينت شي ناضي سي الضوبيم هادشي داك البلان ديال خايف منك وما خايفش منك غادي نتفارى انا وياك برا دابا انت عطل السيد رزقو يمشي في حالته ونتفاهم انا وياك اصلا انا جاي على قبلك واللي اش يضمن اش يضمن لي لا عطيت ليه رجعت ليه اللوت غادي ما تفرقعش اش ما فرقعش تفرقيه دابا راه فيك فيك انا ما بديتش دير هادشي بالخاطر دابا انت كتهضر ليا حقا باغي ديرو باغي تقهز راسك دابا غادير واحد ما غيدخلش بوحدو اش غادي دير باش يدخل هو بوحدو تحيد البيبان ما غتحلهمش حيدهم بيك ابي البيبان لا دابا اختار انت يا غتبيك ابي البيبان يا غنكليكو ونفرقعوه وندخلو ديك الساعات حنا من الباب ديريكت ما يكونش كاع الباب اختار انت هذا راه ما بغاش نسق لك لا غنمشي نجيب لك اللوت انا دونك انا غنمشي نجيب لك اللوت نمشي نجيب لك اللوت ونهضروا صافي واخا يلا سير ولكن فاستو ربي عافاك ما ندير ما غنبركش انا بعيد عليك واش درت شي حاجه انا بعد فصله فصله فرقع 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 اخي لا غنموتو حنا واش طمريض راه قالك نهدد فيها صاحبي راه تيلا فرقت انا انا وياك لا لا غيجيب لك اللود ديالك نضمنو بلاش ديتي اللود ديالك وديك الساعه انت واش نديرو معاه مزيان انا ما يمكنش يعطيني اللود ديالي ونبقى بحال هكا شوف وا صافي وا غير نشدو اللوت وديك الساعه نتفاهموا صاحبي انت مالك اوكي ماشي اشرا راه عطيه داكشي ديالو صافي هاك لا قصر بيت لا استغفر الله العظيم اوكي صافي هز اللود ديالك هاك اللوت ديال اوكي يلا اشرح حالك يلا ها استنى استنى بغيت نسولك واحد الحاجه شكون اللي عطاك اللوكيشن ديالي ديال الدار قول لي بالروج ولا شكون اللي عطاك البلاصه حتى سير في حالك كاش غادي نقول لك الله يهديك الروج ولا الله يرحمك سير في حالك واسع ترجلت معاك ترجلتي معايا حتى انا غنترجل معاك ابويا هاك يا ويلي 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 علق 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 ويلي مات مات ما تخافش كلشي كلشي علق علق ويلي قال لك بزاف قال لك ترجل معايا جاي يخاونك و تيقول لك ترجل معايا مريض انا تنزل الصداع على راسي وانت كضحك عا سير سير ديجا انا كنقلب عليه شحال هذا مزيان فاش عطاتني احداثيات ديالو انت هبط انت على بعدا دابا خصك تقلب عليه وهذا صاحبي والضوبيم الضوبيم الضوبيم راه في السيرفر اللي فات راه خول لي الدار ديالي كامله اصاحبي اش ما فراسكش خول لي كلشي ومشى يتسحب عند بالو راه نسيتها فيه دابا انا عاقل لي على اللوكيشن فين كاين تفرج شنو غادي ندير ليها خليه دافوس دافوس كنتي عارف دار ولا لا لا دافوس هاني دافوس راه ساكن حدا الرامدي ولا لا دافوس كنعرف الدار ديالو المهم دابا انت صافي خليك انت من هذا الشيء سير سير ابويا ياك رديتي اللود ديال كامل الله يحفظك صافي سير الله يسخر واحد الاحتفاليه واحد الاحتفاليه كاينه هنا بلاتي او الاحتفاليه الكاتشب كي بس طردك هيا طردك هيا باخ انا طردك شتي الالعاب النهائيه تدن 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 راه بنتي لا تحمس يا المصيبه يلا برادر تهضر ليا فراسك انا ماشي في حالاتي الله يحفظك بصوا نعطيك هادشي ديالك راه ماشي الصراحه اش داكشي انا نعطيك هذا اخي هو اللي كنت مشيت به عندك واحد بحالو ياك دجا عندي عندي صافي سير الله يرجع لي داك الشيء ديالي فيه كل شيء صافي سير الله يسخر يلا سير الله يحفظك تهلا معاك اي اي جبدنا الصداع مع هاد القرد هذا كي مزيان اصلا انا باغي نجبد معاه الصداع شحال هذا غادي نجيو دابا نجبدو هاد الديناصور ديالنا نطلعو نمشيو نتحركو تيه الدار دابا انا فاش عرفت الدار ديال دافوس وعرفت دابا الدار ديال الضوبيم هادو هما جوج اللي عندي معاهم مشكل بوحكيم خلاص مازال ما عرفتش واقيلا واش غيكون داير شي حاجه ولكن المهم هادو غادي نشوف كيفاش ندير نتفاهم معاهم دابا وتيبان لي رجع عند الطوبيم واقيلا دابا نفنيها معاه دابا نعلن عليه الحرب ونهني راسي ولا نخليه يتغيد شي شويه نمشي نشوف دابا الدافوس ضروري خاصني نرجع للدار ديال الدافوس ونشوف ندير فيها تما اوكي انا دابا قلنا كاين الدافوس كاين زيت الثلج الفوق كاين في ديك 20 50 لا ما نعرف المهم كاين في الثلج انا عقلت على البلاصه ديالته فين كاين في الثلج اوكي نمشيو جهه الثلج راه هو شكون هو هذا الطوبيم اخ السيد خارج حاقد زكاز كنمشي نتبعو فين هو ما عرفت فين غادي هاد الزمر هذا صرا كان بعيد عليه تيغبر خصني نبقى غادي قريب ليه تخبى ليه وسط هنا ما يشوفنيش
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخرا هذا سيطير. شنو هو؟ هاو وقف وقف. هذا الشيء يدير تما. هذه نرمي هذا عندي بزاف الديناصورات انا بسميتو هذا. نتوما دابا يمكن الى فهمتوا البلا غادي ندير هكا روح لي هذا الشيء عاوتاني. تخون هذا مجاد الحرب واقيله داكشي تيستف الديناصورات ولد البوس. وات هذا شنو هذاك الديناصور جيجا؟ واش تيوجد الحرب ضد زعما ولا اش تيدير هذا؟ واش شي على قبل هادشي تنقرب حداه نشوف عا واحد النار جيجا عاوتاني تقرب حداه. دابا هيا الدراري كما كتشوفوا هادو هما الديناصورات اللي تقدروا نتوما تقولوا دابا، ولكن العنصر المفاجئ اللي نتوما ما عارفينوش هذا اللي خلاني ما كنلوحش فيديوهات بزاف، حيت كل نهار تخيلوا كل نهار كناخذ اكثر من 8 السوايع وانا تنروض فيه والو. نعطيكم الصغير فيهم. السلام عليكم. هذا الصغير هذا العادي فيهم، هذا هو العادي. شحال فيه في الهيل؟ 8 د المليون. وقت اللي لا فيك ما يضرب ضرب. هذا الصغير فيهم فهمتي؟ هذا الصغير عرفت الاول اللي درت ولد البوس هذا هو با. تيش هاد الروينه هادي حي على 8 المليون وقال لك باقي عنده الاخرين. هاد الرابتر اللي تيعض فيا غيشوهني خصني نبعد اللور. اسكن نرجع شويه اللور على الله ما يشوفنيش. المهم انا زاد شي نمشي للدار اللوحو تماك ومن بعد نشوف اش غادي نديرو. يلا ليتس جو اخوان. باقي لا قفرنا دابا انا خاصني نمشي اش ما ندخلش ليه هو لدارو نيت ونخونو. كاين دابا المشكلة اش غادي ندير؟ عندي لكم واحد البلان ناضي. اجي نتاشي نحيد الدروع ديالي ونمشي عند شي واحد يقتلني خلاص. اوكي غادي تسولوني شنو كندير في التلج؟ ما عارفينني اش كندير في التلج. انا جاي على دافوس. دافوس هو الوحيد اللي يقدر يهنيني من الضوبيم، ولكن الهدف ديالي ماشي هو يهنيني منه. الهدف ديالي هو يجيو لي دوك الديناصورات اللي عند الضوبيم اللي فايتين 8 المليون. عاد قول لي علاش دافوس كيفاش غادي يدير دافوس يقبل بهذا العرض ديالك انت زعما هو ما عندوش معاك وهادي. شوف خاصني نعطيه شي حاجه، خاصني نطمعو بشي حاجه، خاصني اي حاجه نديرها معاه باش هو يقبل. المهم انا ما تيهمنيش دابا قد ما تيهمني داك الديناصورات اللي عند الضوبيم يجيبهم ليا. المهم نشوف كيفاش. ما عرفتش على الدار فين كاينه واقيلا هي. المهم انا غنحاول ندخل عنده للدار. اوكي انا وصلت للدار ديال دافوس ندخل لعندو بلاتي نحاول نمشي عندو بشي ديناصور باش نخلعوه ماشي نمشي عندو بهذاك بحال هذا باش نهيبو عليه شي شويه فهمتي. صافي هاد دافوس تفاهمنا. يلا كي عاون ربي. عاون ربي ديكاج مسيو. يلا الله يعاونك. عارف هادشي اللي درت راه مصيبه كحله، ولكن راه ما عنديش شي حل. تفرجوا الفيديو ديال دافوس وغادي تفهموا شنو وقع. راه كلفتو بواحد المهمه وهو غيطبقها دابا. دابا غادي نمشي نشوف واحد الديناصور روض ضروري حيت هو غادي يعاونني في هادشي اللي عندي.